لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا، أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. البلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفقش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت، سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا. وشو صار مش طالع انا بالدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا. يلا نعيش بعمل الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق ما بالت الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بالت الجيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا أحد معارض بالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199، خاضع للإمكانية الفنية. هذا وقتي وهذا زماني، بلف الدنيا وأنا في مكاني. واتطمن أنا مش عادي. توفيرنا مش عادي، 7000 دولار يومياً، 70000 دولار شهرياً، 700000 دولار على 7 فائزين، جوائزنا 7 أيام في الأسبوع، يجري السحب على الجوائز الكبرى وتنتهي الحملة بتاريخ 31/1/2024، خاضع لشروط الحملة وأحكام البنك. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو الاتصال على 1700-150-150. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. قشطة يا عم سمعني كلام، ونهارك فل يا سيدي الكل، كل حدا بتشوفه ببالا، جبالك قشطة من البنار أخضر من يلي ببالا. القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا وذقنا ويا ما جربنا بس هيو ده عربي. دوق القشطة دوق، يا عيني يا عيني على القشطة دوق. القشطة الحامضة من بقلولتي، ببساطة أزكى. البنار اختيار كل الدار.
أهلا بكم، صباح الخير أينما كنتم، نحييكم عبر شبكة وطن الإعلامية ونحن معكم في تغطية متواصلة غزة الأمل، غزة الصامدة، لهذا اليوم الثلاثاء 24 من أكتوبر والموافق 18 من العدوان على قطاع غزة. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. أينما كنتم نحييكم بتحية الوطن فلسطين، تحية القدس الشامخة، تحية الضفة في كل أرجائها، تحية غزة هاشم، تحية الداخل والشتات وفي كل أنحاء الوطن، نحييكم بتحية فلسطين ونحن معكم عبر شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2 وعبر وكالة وطن للأنباء على الفيسبوك مباشر. صباح الخير لكل من يتابعنا عبر الفيسبوك مباشر أينما كنتم، نحييكم بتحية الوطن. احنا شعب ما بيها مهما تكتر الصعاب، الاحتلال هو الارهاب واحنا بدنا حرية. احنا شعب ما بيها مهما تكتر الصعاب، تغطية متواصلة ونحن معكم عبر الهواء من الزملاء خالد نجاص، محمد الزاغة، محمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ترافقنا زميلة هادي لابوزينا من التنسيق ومن ريم العمري في الإعداد والتقديم. ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل. ارحل ارحل يا محتل. معكم أولا بأول في هذه التغطية من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وآخر المستجدات والأحداث والتطورات. يواصل الاحتلال في اليوم 18 من عدوانه على غزة قصف المناطق السكنية على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 110 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف الاحتلال المستمر الليلة. إذن ليلة أمس وحدها 110 من الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء. بلغ إجمالي ما وصل لمستشفيات قطاع غزة حتى هذه اللحظة 5,087 شهيدا، بينهم 2,055 طفلا و 1,119 سيدة و 217 مسنا، وإصابة أكثر من 15,273. صار خات الغضب بتصيح اصحوا يا عرب. شدوا عليها حصارها، شدوا عليها حصارها. أطفال عم بتموت، مرضى ولا إلهم دواء. اسكوت بعد اسكوت والصمت ما هزوا الهوى. سنبدأ بآخر المستجدات والأخبار إذن من قطاع غزة. طيران الاحتلال يقصف منزلا لعائلة أبو رتيمة في تل السلطان برفح قبل نصف ساعة تقريبا. إذن طيران الاحتلال يقصف منزلا لعائلة أبو رتيمة في تل السلطان. توقف أول مستشفى في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهو المستشفى الإندونيسي، وكانت الكهرباء قد انقطعت عن المستشفى الإندونيسي بالأمس بسبب نفاد الوقود. إذن وزارة الصحة تعلن توقف أول مستشفى في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهو المستشفى الإندونيسي. هذا وكانت قد حذرت وزارة الصحة في غزة من أن هناك مستشفيات سوف تتوقف عن العمل عند نفاد الوقود. حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الليلة الماضية طالت ما لا يقل عن 40 مواطنا حسب إحصائية أولية.
إذن تتواصل حملات الاعتقالات من قبل قوات الاحتلال من خلال اقتحامها لمدن وبلدات ومخيمات الضفة التي تشنها تزامنا مع العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم 18 على التوالي. ووصل عدد المعتقلين حتى اللحظة 40 معتقل من أبرز المعتقلين الذين قامت قوات الاحتلال باعتقالهم في مختلف المناطق. نبدأ من يعبد جنوب جنين القيادي في حماسة عدنان حمارشة، من رام الله الناشط عمر عساف حيث قامت باعتقاله من منزله في رام الله في حي الطيرة، الشيخ المحرر أمين عرمان من عين يبرود شرق رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت معتصم أمين عرمان من عين يبرود، والعديد من الأسرى المحررين والقيادات وأيضا مواطنين آخرين من عدة مناطق في الضفة. إذن آخر التطورات أيضا في قطاع غزة وآخر المستجدات والأحداث وأيضا على مستوى التصريحات وعلى مستوى المستويات السياسية، أيضا الرئيس الفرنسي ماكرون يصل دولة الاحتلال في زيارة دعم وإسناد لها في عدوانها المتواصل. يصل اليوم إذن الرئيس الفرنسي ماكرون إلى تل أبيب لزيارة دعم وإسناد. غارات الاحتلال متواصلة على منازل المواطنين في البريج ودير البلح وسط قطاع غزة، وهذه الغارات أوقعت صباح اليوم 23 شهيدا، أيضا 10 شهداء وعدد من المصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي القطاع. نقل 3 شهداء من النساء إلى مستشفى النجار بعد استهداف منزل لعائلة مخيمر غرب رفح جنوبي القطاع. طيب، لنسلط الضوء أكثر على وضع الفلسطينيين في قطاع غزة وهم ينتظرون لساعات طويلة للحصول على بعض المياه الصالحة للشرب والخبز في ظل الحصار المستمر على قطاع غزة. We'll be right back.
إذن في المستجدات أيضا في آخر الأخبار والمستجدات هي انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى الإندونيسي. هذا الأمر الذي أسفر عن توقف المستشفى عن الخدمة بالكامل. هناك كانت تحذيرات كما قلنا من نفاد الوقود من المستشفيات، مما سيؤدي إلى بالطبع توقف هذه المستشفيات عن الخدمة. هذا ما كانت قد حذرت منه أيضا وزارة الصحة الفلسطينية. في أبرز الأخبار والمستجدات لهذا اليوم، في تطورات الوضع في الأسبوع الثالث من العدوان على قطاع غزة أيضا، وزارة الداخلية في غزة تقول هناك غارات جديدة للاحتلال كانت فجر هذا اليوم على منازل مأهولة في جباليا البلد شمال غزة ومنطقة القرارة بخان يونس جنوب القطاع، وأوقعت عدد من الإصابات. حمل ثقيل وكبير على عاتق الدفاع المدني اليوم مع ازدياد أعداد الشهداء في قطاع غزة، والذي طبعا لا تستطيع الآليات التي يمتلكها الدفاع المدني اليوم من انتشال الجثامين من تحت الركام ومن تحت الدمار ومن تحت هذا الخراب. أيضا من الأحداث والمستجدات التي لاقت أيضا تفاعلا كبيرا واستهجان هو استشهاد الأسير عمر دراغمة داخل سجون الاحتلال بالأمس. نادي الأسير وعلى رأسه قدورة فارس، هيئة شؤون الأسرى وعلى رأسها قدورة فارس، قالت لوطن لا نثق برواية مصلحة سجون الاحتلال حول الملابسات والظروف التي استشهد فيها دراغمة، حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير مساء الأمس استشهاد المعتقل الإداري عمر حمزة دراغمة البالغ من العمر 58 عاما من طوباس في سجون الاحتلال. والمصادر قالت أن الشهيد عمر دراغمة هو قيادي في حماس من طوباس، تم اعتقاله قبل أسبوع في أول أيام بدء المعركة. من جانبه أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس في اتصال هاتفي مع وطن عدم ثقته برواية مصلحة السجون، وأن الاحتلال يعتدي على الأسرى بشكل يومي، وأن الهيئة تجري اتصالاتها
لمعرفة الملابسات والظروف التي استشهد فيها عمر دراغمة. وفي طوباس أيضا شارك مواطنون في مسيرة عقب الإعلان عن استشهاد المعتقل الإداري دراغمة تنديدا بجرائم سلطات الاحتلال المتصاعدة بحق المعتقلين الإداريين في سجونها. ونعت لجنة التنسيق الفصائلي والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات الأسرى في محافظة طوباس الشهيد دراغمة، وأعلنت الإضراب الشامل في طوباس هذا اليوم الثلاثاء. كما اعتبرت حماس أن سبب استشهاد القيادي لديها سببه التنكيل والتعذيب الذي تعرض له، مؤكدة بأنه اعتقل قبل أسبوعين وكان يتمتع بصحة جيدة. أيضا في أبرز الأخبار والمستجدات، الاحتلال يغلق الحواجز في محيط القدس. لا تزال إذن الحواجز مغلقة في محيط القدس، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجزي قلنديا وجبع شمال مدينة القدس المحتلة وأعاقت حركة المواطنين. إذن بعد خبر انتشر عن فتح حاجز قلنديا من قبل الاحتلال للمركبات، تغلق قوات الاحتلال هذا اليوم حاجز قلنديا وحاجز جبع، وبالتالي لم يستطع أي من المواطنين المرور عبر حاجز قلنديا، حتى أنه أغلق أمام المشاة أيضا، ما تسبب بمنع آلاف الطلبة من الوصول إلى مدارسهم هذا اليوم داخل مدينة القدس، وآلاف المواطنين القاطنين في كفر عقب وقلنديا ورم الله من الدخول إلى مدينة القدس. كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز جبع العسكري المقام شمال شرق المدينة، ومنعت المركبات من الوصول إلى الشارع المؤدي إلى حاجز حزمة ومدينة القدس، وأغلقت أيضا اليوم مدخل بلدة حزمة شرق القدس، ومنعت المواطنين من الخروج. إذن لا تزال إجراءات الاحتلال في محيط القدس مشددة، حيث أعادت سلطات الاحتلال إغلاق الحواجز المحيطة في القدس. هذا وكانت قد نظمت القوى الوطنية والإسلامية مسيرة وسط مدينة رام الله أمس الاثنين. هذه المسيرة طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسر الحصار المفروض وإدخال مساعدات تتواءم مع عدد سكان القطاع، حيث رفض المشاركون فيها استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للمساومة على أرواح الضحايا. We'll be right back.
شهيد وكم جريح، كم شهيد وكم جريح، ويا غزة ما يهزك ريح، ويا غزة ما يهزك ريح. ما أدخل أو ما دخل إلى غزة من مساعدات هو لا يرتقي لأبسط ما يحتاج إليه القطاع الذي تعرض ويتعرض لكارثة مستمرة. القطاع يعيش حالة من النكبة. هذا القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي يحتاج لما هو أكثر من هيك. على ما يبدو أنه لا يوجد إرادة وتأثير عربي لفرض إدخال مساعدات، أيضا لا يوجد إرادة دولية تفرض على الاحتلال إدخال هذه المساعدات الطارئة إلى القطاع، وهذا بسبب الموقف العالمي الأمريكي ومن يقف إلى جانب أمريكا في إسناد الاحتلال في هذه الحرب بل في المشاركة. يعني المساعدات اللي دخلت وهي حق إنساني ومشروع وكفلة كل الأعراف الدولية، للأسف الشديد يتم المساومة على أرواح الناس مقابل هذه المساعدات. هي مساعدات ضئيلة جدا، ضرورية ويجب أن تدخل، ومؤسف جدا أننا لا نستطيع أن ندخل أكثر من هذه الكمية التي تمت بالاتفاق مع الجانب الأمريكي. هذا مؤسف جدا وهو ضرورة، يجب أن يعني ليس مني من أحد، هذا واجب وهذا مكفول. هذه مسألة. المسألة الأخرى، الآن وفي هذه المعركة وفورا ما نريده هو وقف العدوان. ما يحدث بغزة هي إبادة جماعية لشعب يرزح تحت الاحتلال ما يقارب 75 عام. آن الأوان لهذا الشعب أن يتخلص من هذا الاحتلال. لا، بطبيعة الحال المطلوب هو وقف العدوان، هذه الأولوية الأولى، والمواربة في الكلام غير مقبولة على الإطلاق. نعم للإغاثة، نعم هذه مهمة وهذا عنصر أساس من فك الأزمة الحالية القائمة، وأيضا وقف الترحيل مطلب رئيسي وأساسي، ولكن حاليا المطلب الأساس بالدرجة الأولى هو وقف هذه العملية الإرهابية وهذه الغطرسة الصهيونية وهذه المذبحة المفروضة على أبناء شعبنا جميعا. هاي يعني المساعدات 20 قافلة لا تكفي لحارة واحدة من غزة، وبتمنى على جميع الدول العربية لو بدهم وإذا بيريدوا يدخلوا قافلات بيقدروا يدخلوا. بتمنى عليهم إنهم يغيثوا أطفال غزة المساكين اللي مش ملاكين لا يشربوا ولا يأكلوا أدوية. يعني حطوا حالكم محلهم يا جماعة الخير، والله حرام، حرام اللي بيصير في أهلنا في غزة، حرام. انقذوهم يا جماعة الخير، 20 قافلة والله ما بتكفي حارة واحدة، حرام. ليش هذا الحصار؟ ليش هذا الظلم؟ ليش هذا على أهل غزة بالذات؟ وفيه أيضا آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالشأن الإسرائيلي، أيضا بعد أن أفرجت كتائب القسام بالأمس عن محتجزتين لدواع إنسانية، كيف تعامل الإعلام العبري مع هذه القضية؟ يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإفراج عن محتجزين، إذ أفرج سابقا أيضا عن محتجزتين تحملان الجنسية الأمريكية لدواع إنسانية واستجابة لجهود قطرية في اليوم الرابع من العدوان على قطاع غزة. طبعا في هذا الوقت أيضا تتواصل الأصوات التي تطالب بسرعة التقدم في الهجوم البري على قطاع غزة وسط خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية واستقالة لوزراء فيها. لمزيد من التفاصيل والحديث أكثر ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ نهاد أبو غوش الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ نهاد صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير، أهلا بكم. إذن هناك وزراء يفكرون بالاستقالة من حكومة نتنياهو، تزداد حدة الخلافات بين الأطراف الحكومة بشكل عام، وأيضا جاء في وسط كل ذلك إفراج عن محتجزتين من كبار السن، قالت حماس أنها تمت أو أفرجت عنهما لدواع إنسانية. كيف برأيك تعاملت الحكومة والصحافة العبرية والأوساط السياسية الإسرائيلية مع هذا الفيديو الذي بثته قناة القسام وهو عن الإفراج عن أسيرتين محتجزتين لديهما؟
يعني بشكل عام يحاولون أن يتجاهلوا أي نعم يعني لم يكن هناك تسليط ضوء كبير على هذه القضية. نعم نعم يحاولون أن يتجاهلوا الموضوع أو أنه يعني أحيانا يعني تشير بعض الدوائر إلى أنه القسام تحاول أن تستثمر هؤلاء الأسرى في نشر صور يعني تشير إلى الطابع الإنساني و يعني يهم يعني الإعلام الإسرائيلي منخرط بكليته في التحريض. هذا إعلام تحريض يعني ليس الإعلام الذي نعرفه في الأيام العادية. تحريض على ماذا أستاذ نهاد؟ يعني تحريض على الهجوم، تحريض على القتل، على الهجوم البري، تحريض على تدمير غزة، تحريض على يعني إعادة استيطان غزة. يعني بعض المتحدثين الإعلاميين وهم كثر يعني في كل وسائل الإعلام هناك كل يوم في حلقات نقاش تقام بيشارك فيها 8 أشخاص أو 6 أشخاص كلهم يدعون للحرب والانتقام وإبادة غزة ومحو غزة. هاي هي اللغة السائدة، ولذلك أي إشارة معاكسة لهذا المنحى تشير إلى إنسانية المقاومة أو حتى إلى معاناة الفلسطينيين في غزة هذه لا يشار لها على الإطلاق يعني إلا بشكل خافت جدا، يعني ومحاولة الترويج أنه إنه الفلسطينيين يستغلون معاناة الأسرى أو يعني المسائل الإنسانية في انتزاع أهداف مثل موضوع المطالبة بإدخال الوقود، علما بأن المقاومة منذ فترة يعني منذ أكثر من أسبوع وهي تعلن أنها سوف تفرج عن كل المدنيين حال توفر الممرات المناسبة والظروف الأمنية المناسبة. يضحك بريك قبل قليل، لا أدري إن قرأت تصريحاته. نعم. قال نعم. العجلة من الشيطان، الدخول البري لغزة سيقود لهزيمة وخسائر كبرى في مصيدة أعدت للجيش لسنوات، ويجب فرض حصار وتجويع وحرب استنزاف وقصف جوي دقيق والتدرب وحيازة الأدوات المناسبة قبل دخول القطاع. هل هذا يندرج ضمن التحريض الذي تحدثت عنه قبل قليل أيضا أستاذ نهاد؟ إسحاق بريك هو جنرال يعني متقاعد في الجيش، وهو نعم. أكثر شخص كان دائما يحذر من الإهمال الذي تعرض له الجيش الإسرائيلي ومن تراجع قدراته، خصوصا سلاح يعني فهو طبعا هذا الرأي الذي يحمله هو ما يجري عمليا. لا ننسى أنه نحن في اليوم 18 وإسرائيل تواصل القصف العشوائي والتدمير والتهجير والتجويع والحصار، هذا ما يجري. لكن إلى متى يعني هذا الأمر ربما يختلف عليه، لأنه هناك من يستعجل الدخول بحكم أنه استمرار القصف بهذه الطريقة أيضا ينال من أعصاب المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي ليس فقط من أعصاب الفلسطينيين. فإسرائيل يعني في حيرة، يعني هناك ارتباك في هذا الموضوع أنه كل هذا القصف الذي يمارسونه لا يضمن إنجاز الأهداف السياسية المعلنة، فقط العملية البرية هي التي يمكن أن تحقق الأهداف، وتحديدا هدف القضاء على بنية حماس وسلطة حماس. أما كل هذا القصف فهو لا يعني سوى التسبب بفضائل الفلسطينيين دون التمكن من تحقيق نتائج سياسية. لا بل أنه عمليات التهجير التي وقعت خلال الأسبوع الأول أو 10 أيام الأولى بدأت إسرائيل تلحظ أنه وجود هجرة عكسية، يعني بدأت الناس تعود إلى منازلها، خصوصا مع يعني عدم وجود ملاذات آمنة في جنوب قطاع غزة وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل شديد. ربما يعني بعض الناس يحاولون العودة إلى بيوتهم للحصول على بعض يعني المقتنيات، ربما يعني يرون أن الأكثر يعني أمانة بالنسبة لهم البقاء قرب بيوتهم أو بين أنقاض بيوتهم أو شيء من هذا القبيل. فلذلك هم يعتقدون أنه العملية البرية يعني هناك خلاف على ذلك، هذا الخلاف عسكري وسياسي أيضا في نفس الوقت وليس بس في أوساط العسكريين. طيب هل إسرائيل حققت أستاذ نهاد أو تحقق الآن أهدافها من هذه العملية حتى هذه اللحظة بعد 18 يوما من العدوان والقصف الجوي ومعظم الضحايا هم
من المدنيين، هل تحقق الآن أهدافها؟ يعني علما أنا يدعوت أحلى نوت كتبت أو ذكرت عن النيويورك تايمز الأمريكية أن هناك قلق في إدارة بايدن حيث لا أهداف واضحة يمكن تحقيقها في الحرب الإسرائيلية على غزة، وهناك شخصيات أمريكية رفيعة قالت أن إسرائيل غير جاهزة أصلا للحرب البرية على غزة، ولا يوجد لدى الجيش خطة واضحة يمكن أن تنفذ من خلالها إسقاط حكم حماس. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية كما أعلن طبعا، وهناك خوف من أن تؤدي العملية البرية لعدد كبير من القتلى المدنيين في غزة حسب الرأي الأمريكي. دعنا قبل أن نتحدث في الرأي الأمريكي نتحدث عن السؤال الأول، هل الآن بحسب ما يتمخض من تصريحات وما تكتب الصحف العبرية، ما الذي حققته إسرائيل في 18 يوما من حربها وعدوانها على قطاع غزة؟ الأهداف الإسرائيلية المعلنة من هذه الحرب هدفين رئيسيين. الهدف الأول القضاء على سلطة حماس، أحيانا يعني يحورونها بالقول القضاء على حماس ثم على سلطة حماس ثم على قوة حماس ثم تفكيك حماس، شيء من القبيل يعني. يعني يستخدمون هذه المصطلحات المتدرجة. ليش؟ لأنه هناك من يقول أن القضاء على حماس مستحيل، حماس هي فكرة قبل أن تكون بنية تنظيمية وعسكرية، يعني حتى لو ضعفت قدراتها العسكرية فهي موجودة بين الناس، يعني حتى النازحين اللي بينزحوا للجنوب أو حتى الفلسطينيين في الضفة في الشتات في أي مكان في فلسطينيين في حماس وفي تنظيمات أخرى بالتأكيد. فبالتالي هذا الهدف يبدو شبه مستحيل أو مستحيل. الهدف الثاني هو استعادة الأسرى، هكذا قالوا. طيب استعادة الأسرى، لكن هذه العمليات الحربية والقصف العشوائي دون تمييز بالتأكيد يمكن أن يؤثر على حياة الأسرى، هذا أولا. ثانيا المقاومة تتعامل مع الأسرى على أنهم كلب ثمين جدا لن يفرطوا فيه على الإطلاق، فضلا عن أنه الأسرى بالتأكيد سيكونوا منتشرين على مساحات واسعة من القطاع وفي عهدة مجموعات يعني مختلفة من عناصر المقاومة، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا مجمعين في مكان واحد وتحت قيادة واحدة. نحكي عن 220 أسير عسكري غير المدنيين اللي المقاومة بدها تطلق سراحهم بدون قيد أو شرط. فهذول الهدفين يبدوان مستحيلين يعني بنظر حتى الإسرائيليين. يعني شخص مثل إيهود باراك وهو من ألمع القادة العسكريين ورئيس وزراء السابق ورئيس أركان ووزير الدفاع يقول هذه أهداف مستحيلة. يبقى الهدف الآخر الذي تحققه إسرائيل من هذا القتل وهذه الحرب الإبادة، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الناس. هذا بحد ذاته هدف على فكرة، ليس نتيجة عرضية، ليس نتيجة جانبية. التسبب بكارثة إنسانية لأهل القطاع من جوع وأوبئة وحرمان وهجرة وكل هذه المسائل، تهجير ونزوح بالإضافة إلى مقتل أكبر عدد ممكن وتدمير يعني ما لا يقل عن 15,000 بيت بشكل كامل دمار كلي، وحوالي أكثر من يعني 100,000 منزل تضررت بشكل جزئي أيضا. كل هذا هي أهداف للحملة وليست نتائج لعمليات قتالية. طيب أو نتائج ما تحدث به أيضا المسؤولون في الولايات المتحدة بأن إسرائيل ليس لديها أي خطة لهزيمة حماس وأنهم يشعرون بالقلق. هذا الرئيس بايدن نفسه حكى يعني لما قال زار إسرائيل والتقى مع المسؤولين سمعنا يعني جميعنا يقول ماذا بعد، يعني ما الذي ستفعله في اليوم التالي، فكروا بما ستفعله في اليوم التالي. وهم يعني ليس لديهم خيارات نهائية. البعض يقول سننصب يعني هيئة مدنية لإدارة غزة، البعض يقول سنسلمها للأمم المتحدة أو نحيلها إلى مصر أو يعني ترجع السلطة، لكن يعني هم يتجاهلون يعني حقيقة أنه لن يجدوا أي طرف فلسطيني يقبل بتسلم غزة على دبابة إسرائيلية. وبالتالي هناك يعني تبرز من جديد أصوات تدعو إلى إعادة الاستيطان في غزة أو جباية الثمن اقتطاع جزء من قطاع غزة. هذا وزير يحكي قدعون ساعة ضمن الحكومة مؤخرا يقول علينا أخذ يعني جزء من مساحة قطاع غزة، يعني هذا من باب استيفاء ثمن باهظ لما جرى في 7 أكتوبر. وعلى كل حال مهم جدا جدا يعني أنه وسائل إعلامنا نلتفت إلى أن ما جرى في 7 أكتوبر هناك دلائل متزايدة على أن العدد الأكبر من القتلى المدنيين قتلوا برصاص وقذائف الجيش الإسرائيلي. هذا الأمر تؤكده شهادات متكررة من قبل عدد من القادة الإسرائيليين المدنيين الإسرائيليين تقصد؟ نعم هم قتلوا الأسرى وآثريهم. وهناك جنرال إسرائيلي
حشر يعني حصر في غرفة ودعا إلى يعني قصف جوي للمكان الذي يتحصن فيه هم والأسرى. كل الشهادات تؤكد يعني حتى شهادة واحدة إسرائيلية من الناجين اسمها ياسمين بورات قالت أن من تسبب بكل هذا العدد من الثائر والقصف الإسرائيلي. فبالتالي يعني علينا أن نركز على وهذا ما ينشر الإعلام العبري كمان يعني على منصاتهم تم نشر هذه المعلومات. نعم نعم هناك معلومات يعني هم بيحكوا عن العدد الأكبر في منطقة كيبوتس بئيري هم بيحكوا عن فظائع ارتكبها الفلسطينيين لكن كل الشهادات تؤكد أنه اللي تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف المدنيين والجيش الإسرائيلي. طيب يعني إلى هنا أود شكرك الأستاذ نهاد أبو غوش الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا. هذه التغطية متواصلة، سنتوقف عند فاصل قصير ونعود للمتابعة، تفضلوا بالبقاء معنا. رأس الساعة برعاية جوال وبالتل. الساعة الآن 10:00 بتوقيت القدس. أخبار وطن في دقيقتين على رأس كل ساعة من 8:00 صباحا حتى 8:00 مساء. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. متواصلون وإياكم متابعينا الكرام عبر شبكة وطن الإعلامية في تغطية لأهم الأحداث والمسجدات الميدانية لعملية طوفان الأقصى في يومها 18. طائرات الاحتلال تقصف منزلا قبل قليل مقابل مسجد خليل رحمن بمخيم الشاطئ. الصحة تؤكد أن المنظومة الصحية وصلت إلى مرحلة هي الأسوأ في تاريخها. وسائل أعلام عبرية تنشر أن حماس تدير قدراتها الصاروخية بدقة وفق حرب طويلة الأمد، وهذا لا يعني أن قدراتها الصاروخية قد تضررت. المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدري يقول أن الصمت الدولي فتح شهية الاحتلال لسفك الدماء وارتكاب مزيدا من المجازر. انقطاع تيار الكهرباء في المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود.
مدير مستشفى الشفاء يقول لم تصل أي إلى مستشفى الشفاء أي مستلزمات طبية من المساعدات. المتحدث باسم مستشفى الأقصى يقول أن الاحتلال يستخدم أسلحة لم نشهدها في الحروب السابقة. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الاحتلال ليس لديه أي أهداف عسكرية قابلة للتحقيق في قطاع غزة المحاصرة، وليست قادرة ولا مستعدة لتنفيذ غزو بري ناجح. أختم وإياكم في الضفة الغربية من آخر المستجدات. قوات الاحتلال تقتحم بلدة نعلين وتغلق مدخليها وتطالب بإنزال راية مرفوعة على أحد المنازل. انتهى الموجز. المزيد على وطن دوت نت. في أمان الله. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، الجنيدي خير من يهتم بصحتكم. وطن اف ام 99.2. دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكة وأكتر حلوها. يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير. توفير 22 حلمك صار بالإيد، توفير 22 ربحك مش بعيد. توفير 22، جوازنا كترت والفرحة كبرت. افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر، أو غذي حسابك الحالي لتدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى. للمزيد www.islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت، سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا. وشو صار مش طالع انا من الدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا. ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق مع بالت الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بالت الجيجا فايبر، أسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا أحد معارض بالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199 خاضع للإمكانية الفنية. Thank you.
طيب أهلا بكم من جديد، تحياتي لكل المواطنين والمشاهدين أينما كنتم معنا عبر شبكة وطن الإعلامية وفي هذه التغطية المتواصلة، غزة الصامدة، غزة الأمل، وفي آخر المستجدات والأخبار تتواصل الغارات المكثفة على أهلنا في قطاع غزة، طيران الاحتلال يقصف منازلا في تل السلطان برفح هذا الصباح، كما أنه توقف أول مستشفى في قطاع غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود وهو المستشفى الإندونيسي الذي انقطعت فيه الكهرباء ليلة أمس. أيضا في الضفة حملة اعتقالات واسعة نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الليلة الماضية طالت حتى فجر اليوم ما لا يقل عن 40 مواطنا بحسب إحصائية أولية. نتابع هذه التطورات وأكثر مع ضيفي في الاستوديو، ورحب فيك دكتور عماد رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. أهلا بك دكتور. صباح الخير. صباح الخير وتحياتي لك في هذه التغطية معنا المتواصلة لما يجري من عدوان متواصل لليوم 18 على التوالي في قطاع غزة. يعني كيف تتابعون في مركز شمس؟ يعني هناك العديد من الجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا من المدنيين من النساء والأطفال ومن الصحفيين، حتى هذه اللحظة 20 صحفي ارتقوا من بين الأهداف التي الاحتلال استهدفهم فيها في قطاع غزة. أيضا هناك نسبة 63% من مجمل الوفيات هم من النساء والأطفال، ولا زالت الغارات المكثفة على المنازل التي تقصف على رؤوس ساكنيها. السؤال أيضا دكتور عمر قبل أن تعلق ببداية عن الوضع، هذا كله يجري أمام مرأى العالم ومسمع العالم والمجتمع الدولي الذي يتغنى بحقوق الإنسان. بكل تأكيد ما يجري يعني هي فظائع ومجازر، والآن قطاع غزة على يعني شفا كارثة إنسانية وأيضا على شفا مجاعة عامة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، وكمان نخشى أن يكون هناك انتشار للأمراض. هناك أكثر من 1500 شخص تحت الأنقاض إذا ما كان هناك تحلل للجثث وعدم قدرة الدفاع المدني لرفع الأنقاض ونشل أو انتشال هذه الجثث، سيكون هناك مزيدا من الكوارث التي نعيشها كفلسطينيين. كوارث بيئية وصحية وصحية بطبيعة الحال وإنسانية. وإنسانية طبعا. وهذا الأخطر برأيي، لأنه الاحتلال يعني استهدف البشر والحجر والشجر، استهدف كل ما هو فلسطيني. وأنا يعني أتساءل أيضا كفلسطيني، ما هي القيمة العسكرية عندما تقوم يعني الـ F-16 ولا الـ 35 وهذا الطيار الإسرائيلي بقصف الأطفال اللي صاروا اليوم 2055 طفل، وفي عندنا حوالي 5000 طفل، شو هي القيمة العسكرية لاستهداف هؤلاء الأطفال؟ العالم أصم بكل تأكيد، والعالم يعني تباكى على قيام المقاومة باستهداف العسكريين الإسرائيليين، ولكنه لم يتباكى ولم يتحدث لغاية اللحظة عن الانتهاكات والفظائع والجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، لا سيما الأطفال والشيوخ والنساء وإلى آخره. وعندنا كمان استهداف للمستشفيات واستهداف أيضا ل يعني أماكن العبادة. أنا برأيي المتواضع بأنه يجب ألا نتفاجأ، يعني المفاجأة أن نتفاجأ أن هذا العالم يتعامل ويكيل بمكيالين ولديه سياسة خارجية مزدوجة. لا علينا ألا نتفاجأ، لأنه هذا العالم وهذه يعني عواصم قرار الدولة التي تتحدث عنها هي من أنشأت إسرائيل، وهي من أوجدت إسرائيل في المشرق، وهي التي تدعمها لغاية اللحظة. وعندما كان هناك في اللحظة التي شعرت هذه الدول أن إسرائيل مهددة من الناحية الوجودية تحركت. ومهم أيضا أن نتذكر أنه على الرغم من الثورة الفرنسية ومبادئها وقيمها وشعاراتها، إلا أنه هؤلاء الأشخاص أو هذه الدولة هي التي استعمرت الجزائر وقتلت 1.5 مليون، وما زالت لغاية اللحظة تحتفظ بجماجم الثوار الجزائريين. بريطانيا أيضا، ألمانيا التي خاضت حربين عالميين وأزهقت ملايين
الأرواح ما بين قتيل ومشرد وجريح إلى آخره، وهي التي أحرقت اليهود. نحن نتحمل مسؤولية يعني ما يجري أو ما جرى في السابق كفلسطينيين، ولكن هذا العالم بكل تأكيد مصالحه في الوقت الذي يقف العرب متفرجين. لو كان هناك موقفا عربيا رسميا حاسما حازما يعبر عن يعني ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وارتقى إلى لحجم هذا العدوان، قطعا هذا العالم سيتراجع، لأنه العالم كله وأي دولة في العالم هي تلحق مصالحها كما يقال، وهي عبيدة مصالحها. وبالتالي عندما لا تتضرر مصالح هذه الدول، هذا العالم الأصم وهذا العالم الذي لا يرى لن يرانا، لأنه مصالحه لم تتضرر لغاية اللحظة. وبالتالي نحن نراهن وما زلنا نراهن على الموقف، يعني أن يكون هناك موقفا عربيا بالحد الأدنى نتاج هذه الفضائع التي ترتكب بحق أبناء شعبنا. إذن يعني يعني الأمم المتحدة في ذات الوقت ليس لديها جيوش، وأنا هنا لا أدافع عن الأمم المتحدة وليست حكومة دولية. مجلس الأمن فشل في اتخاذ ومجلس الأمن فشل يعني لأنه تاريخيا الحرب على الأقل. يعني لأنه نعم. تاريخيا الولايات المتحدة الأمريكية نعم. وبريطانيا وفرنسا يعني تتحكم من خلال الفيتو. يعني هذا يعني كله ألف باء أصبح لذلك ومكرر، يعني التاريخ يعيد نفسه في كثير من بكل تأكيد. يعني الولايات المتحدة أكثر دولة في العالم في مجلس الأمن من الأعضاء الدائمين من استخدم الفيتو اتجاه قضيتنا الوطنية. والولايات المتحدة هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، والحزب الجمهوري أو الديمقراطي يعني سياستهم الخارجية كدولة اتجاه إسرائيل في هناك ثابت، يعني هناك ثابت ومتحول وتأييد في السياسة الخارجية. وبالتالي وتأييد. يعني لا يوجد هناك جديد. بزيارة بايدن كان هناك تأكيد على المواقف التقليدية الكلاسيكية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل. نعم، هذا الدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية كان بمثابة الضوء الأخضر الكبير لإسرائيل لاقتراف المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، وهو رخصة من هذه الدول التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعتبر نفسها أنها الدول الليبرالية الأهم في العالم. نعم. والتي يعني تتشدق بهذه الحقوق هي التي أعطت هذا يعني هذا الضوء. ولكن مرة أخرى لو قابل هذه المواقف مواقف عربية رسمية لما وصلنا إذا إلى هذه اليوم المرحلة. اليوم يصل ماكرون إلى تل أبيب، وصل يعني لتأييده ودعمه، يعني لأول مرة يصل هذا العدد من الرؤساء إلى تل أبيب لتأييد ودعم وجودي. نعم. يعني الموضوع مهم بالنسبة لنا كفلسطينيين، أنه بالشق الثاني وبالنظرة الثانية هذه الزيارات المتتالية لعواصم القرار الدولي إلى دولة الاحتلال، هذا يؤكد بأن إسرائيل عندما يعني وجهت لها هذه الضربة ومرمغت كرامتها إذا كان لديها كرامة في الأرض، هذا الموضوع مرتبط بالشيء الوجودي وأيضا مرتبط بوظيفة إسرائيل. هذه الدول تريد أن تقول لدولة الاحتلال بأنك كدولة وظيفية كيد طول لهذه الدول الاستعمارية نحن ما زلنا وسنبقى نحافظ على وجودها. لا. الغرب والولايات المتحدة له شيئين في المنطقة. الموضوع الأول له علاقة بالحفاظ على أمن ووجود إسرائيل وتفوقها النوعي، والمسألة الثانية لها علاقة بمصالح هذه الدول بأن لا تتضرر، وهم يعلمون تماما بأن إسرائيل هي التي تحمي هذه المصالح. والموضوع أبعد بأن لا يكون هناك مشروعا نهضويا عربيا في المنطقة، وأن تبقى يعني خطوط التجارة وأن تبقى الأسواق مفتوحة وأن تبقى يعني النفط ومشتقاته وغيره تتدفق إلى هذه الدول. إذن هذه الدول هي تلحق مصالحها ويعني تقاتل من أجل مصالحها. لكن يعني دائما نسأل بأن هذا الموقف العربي المشين وهذا الموقف العربي المتردي وهذا الموقف العربي يعني لا أقول الغير مفهوم، ولكن يعني هذا 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 بالحد الأدنى هذا الموقف المعيب. يجب أن يكون هناك مراجعة يعني لمواقف العرب ولترديهم
وهذا بيأكد بأنه إحنا تاريخيا موزعين الهوى ما بين الغساسنة والمناذرة، ما بين الفرس والروم، وكنا ما بين بريطانيا وفرنسا، واليوم يعني اتجاه الولايات المتحدة. هذا يؤكد على أننا نحن أيضا يعني نحتمي بالاستعمار، وأن هذه الأنظمة خلقها الاستعمار وجاء بها الاستعمار. لم تتخلص بعد من هذا الانتداب. أكيد لم تتخلص. وبالحد الأدنى كما قال اليساريين يوم الأيام، أقل ما يمكن وصفه لهذه الأنظمة بأنها أنظمة كمبرادور، ليس 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 أكثر. طيب دكتور عمر، دعنا نتحدث قليلا عن دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية اليوم التي ترصد هذه الانتهاكات بالتتابع في قطاع غزة، من انتهاك للطفولة والأطفال والنساء والمدنيين والمستشفيات واللوازم الطبية والطعام وكل شيء. برأيك هل يوجد أي دور مهم للمجتمع المدني في التصدي لما يجري أو رفع الصوت عاليا؟ بكل تأكيد، يعني المجتمع المدني، مؤسسات حقوق الإنسان وكل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية من اللحظة الأولى تداعت والتقت واجتمعت وتعمل في الميدان. وإحنا يعني اسمحي لي أن أوجه يعني تحية كبيرة للمؤسسات الحقوقية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة التي تعمل تحت القصف، والتي أيضا استهدف يعني أيضا زملائنا بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يعني استهدف العديد، وجمعية المرأة العاملة وعديد من زملائنا وزميلاتنا في المؤسسات تم استهدافهم بشكل مباشر. المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية كان هناك اجتماع من اللحظة الأولى، وطرحت يعني العديد من القضايا. كان الموضوع مرتبط في البداية بيعني يكون هناك حملة إغاثة، ولكن أوقف هذا الموضوع لأنه لا يمكن أن يكون هناك انسيابية، يعني بأنه الاحتلال لن يسمح بخروج شاحنات إلى الأردن ثم، وبالتالي يعني ذهبنا إلى أن يكون هناك تبرعات مالية، ومن خلال يعني زملائنا في مصر وزملائنا في قطاع غزة يمكن أن يكون هناك يعني تقديم ما يمكن تقديمه للنازحين على وجه التحديد. هذا في الجانب الثاني، اللقاءات التي تمت مع سفراء معتمدين وأيضا قناصل، وأيضا يعني كان هناك رسالة وجهت إلى القيادة الروسية وإلى القيادة الصينية بهذا المضمار. وأعتقد بأنه كان هناك اجتماعا أيضا مع السفير المصري حول يعني ذات الموضوع. بالإضافة لذلك هناك تواصل يومي ودائم بل لحظي بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وأيضا المؤسسات الحقوقية على المستوى الدولي. موضوعة المظاهرات وموضوعة يعني ما يجري في العواصم الغربية والمدن الغربية على وجه التحديد، هناك تواصل أيضا مع المؤسسات الحقوقية والمدنية في هذه الدول. يعني المجتمع المدني صراحة يعني كان حاضرا وسيبقى حاضرا، ولكن كما تعلمي بأنه أصل الأمم المتحدة لم يكن بمقدورها أن تدخل المساعدة إلى قطاع غزة بفعل يعني الرفض الإسرائيلي والموقف العربي المتلكئ. ولكن يعني نحن في المجتمع المدني، هذه قضيتنا، هذا وطننا، وما يجري من اعتداءات جسيمة هذه مسؤوليتنا أن نتصدى لها، مش بس يعني أن نفضح هذه الانتهاكات بل أن نتصدى لها على المستوى الدولي. طبعا توثيق وإلى آخره، كل المؤسسات يعني تقوم بما تستطيع من توثيق، ولكن جذر الموضوع أنا برأيي السياسي، والموضوع بحاجة إلى موقف يعني سياسي خصوصا من الدول العربية. الموضوع مش بس حقوقي وليس قانوني على أهميته، يعني غدا ستكون هذه الملفات أمام جنائية دولية، ولكن الجنائية الدولية كما تعلمي ويعلم الجميع هذا التلكؤ وعدم يعني إنجاز الملفات اللي بحوزتها من 2014 حتى اللحظة بفعل يعني الضغط الأوروبي والأمريكي. ولكن نحن نذهب إلى مسارات أخرى، إلى يعني مسارات لها علاقة ب
يعني الموضوع الاقتصادي، الموضوع الرياضي، الموضوع الفني، الرأي العام، الأحزاب، يعني البرلمانيين وغير ذلك. طيب كنتم في مركز شمس قد حذرتم من أن ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف للمدنيين الآمنين هو نية مبيتة للقيام بعمليات تهجير قسري وإبعاد جماعي أيضا، وهذا مستمر في قطاع غزة دكتور عمر، ومهم جدا أيضا تسليط الضوء، التقارير التي تتحدث عن مخططات لتهجير كامل لسكان قطاع غزة يعني موجودة، وبدأت الكثير من يعني المحللين يتحدثون عنها. ما صدر عن جيش الاحتلال من دعوة للمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب، قلتم ما هو إلا انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا التهجير القسري والمخطط يعني أيضا لا يلقى اهتمام كافي من المجتمع الدولي، ونحن نتحدث فعليا عن تهجير قسري للمدنيين واستمرار في الدعوات بأن ينزحوا من الشمال إلى جنوب قطاع غزة. يعني هذا ما جاء في بياننا حقيقة وسلطنا الضوء عليه، لأنه قد نكون بتواضع أول مؤسسة نسلط الضوء على موضوع الهندسة القادمة خصوصا الديموغرافية، هندسة المشهد الديموغرافي، المشهد الديموغرافي والجغرافي في قطاع غزة. وعلينا هنا أن نذكر أنه قطاع غزة 365 كيلومتر مربع، المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يسكنون فقط على 40% من المساحة الإجمالية اليوم يعني حتى قبل الحرب فقط يسكنون 40%. قبل الحرب أصلا كان هناك 40%، لأنه أيضا في هناك يعني السياج وفي هناك ممرات وهذا بالإضافة إلى الشو يعني إلى آخره. وعلينا أيضا أن نتذكر بأنه حسب الإحصاء الفلسطيني أعلى كثافة سكان في العالم في قطاع غزة 5500 شخص لكل كيلومتر مربع. اليوم يعني بيت حنون وبيت لهيا وإلى آخره عندما دمر 60%. الاحتلال لديه تجارب سابقة، يعني مهم هنا الإشارة أنه حرب 78 في شهر يعني آذار 78 عندما قامت دولة الاحتلال بغزوها الأول إلى لبنان في 78، كان الهدف الأساسي هو إبعاد قوات الثورة الفلسطينية إلى مبعد حرب الليطاني. وفي 82 أيضا كان هدف أن يكون هناك إبعادا أكبر وأكثر. اليوم الاحتلال لديه إدراكا أن هذه الحدود القريبة في قطاع غزة إلى يعني مستوطنات الغلاف وإلى دولة الاحتلال يعني تشكل خطرا وجوديا عليه، وبالتالي ما حصل يعني من انتهاكات جسيمة ليس أيضا الطلب ولكن من هدم وتسوية المباني بالأرض بعنفوان بحيث انه لا يستطيع العوده الى منزله، العوده مستحيله. وهذا له علاقه لاحقا بالنتائج السياسيه للحرب، واتمنى الا يكون ذلك، بان يكون هناك يعني اشتراطات وان يكون هناك ضغطا عربيا في ان يكون على الاقل يعني كيلومتر للداخل او اقل على يعني مناطق ما تسمى مناطق حرام او ما سماها الاحتلال يوم من الايام الحزام الامني كما حصل في جنوب لبنان بعد 82 ياخذوا من هذه الاراضي. طبعا يعني هذا ما يخيفنا اذا يعني ما وضعت الحرب اوزارها، بان يكون هناك على الارض يعني اشتراطات اسرائيليه بان تكون هذه المناطق مناطق معزوله ومناطق حرام ومناطق لا تقترب منها المقاومة والمواطنين الفلسطينيين. وبالتالي يعني دولة الاحتلال عندما يعني أشارت من اللحظة الأولى بضرورة مغادرة المواطنين وتهجير المواطنين إلى الغرب، هذه واحدة من الأهداف السياسية للحرب بألا يكون هناك يعني خطوط تماس مباشرة ما بين المقاومة ودولة الاحتلال. بعض العرب يعني للأسف الشديد بأنهم تناولوا الموضوع يعني باستخفاف وتحدثوا عن أمنهم القومي دون أن يتحدثوا عن مخاطر هذه الخطوة ونتائجها السياسية. وبالتالي نعم يعني نقل السكان وإجبار السكان على الرحيل يعني بقوة السلاح ورغما عنهم، نعم هذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات حقوق الإنسان، يعني هذا ألف باء. ولكن نحن نخشى النتائج السياسية وأن يكون هذا التهجير المؤقت الذي حصل والتسوية
المباني في الأرض بأن تكون دائمة وأن تكون إحدى أهم الأهداف السياسية لدولة الاحتلال، بأن لا يكون هناك تماسًا وأن لا يكون هناك اقترابًا للمقاومة من هذه المناطق، لأن الاحتلال يعي تمامًا أن المناطق الشرقية والشمالية هي تشكل خطورة كبيرة على وجوده. وأنا أعتقد وليس لدي أي معلومات بأنه يعني أيضًا المقاومة كانت تستخدم يعني بعض الأماكن الزراعية في تلك المناطق لانطلاقها خصوصا القريبة من السياج. طب من الذي يجب أن يتنبه لهذه المخاطر من التهجير القسري؟ نحن نتحدث هناك مصر وأيضا القيادة الفلسطينية والأردن، يعني هذه الدول في رصد ردود أفعالها. مصر كما قال السيسي ترفض أي تهجير لأي فلسطينيين إلى سيناء، ولم نسمع أي شيء آخر بعد ذلك، لكن من يجب أن يتنبه برأيك وأن يرفع صوت عليه تجاه هذا المخطط؟ شوف، الموقف الفلسطيني واضح سواء كان رسمي أو الشعبي، بأنه يعني لن نقبل أن تكون هناك نكبة أخرى وأن يكون هناك ترحيل. هذه أراضينا، يعني مش بس بموجب القانون الدولي وقرار الشرعية الدولية، يعني بالأسبقية التاريخية نحن على هذه الأرض. وبالتالي نحن لا ننتظر لا قرارات مجلس الأمن ولا الجمعية العامة ولا يعني قرارا من هذه الدولة أو تلك أن يقول لنا بأنه الفلسطيني موجود على أرضه. أنا بعتقد بأنه العالم، مش بس الأردن ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية والمقاومة ومؤسسات حقوق الإنسان أو المجتمع المدني، تقول بأن هذه الأرض هي أراضي فلسطينية. على العكس تماما، العالم جميعا مطالب بما فيه الأمم المتحدة بالتأكيد على أن هذا التهجير القسري هو غير مشروع وغير قانوني وغير إنساني. وبالتالي المطالبة الحثيثة بعودة الناس إلى والمواطنين الفلسطينيين إلى أرضهم وإلى بيوتهم وإن كانت مهدمة. وبالتالي ستأتي اللحظة التي سيتم يعني يتم بها الإعمار بطبيعة الحال، ولكن علينا ألا نقبل. والناس بالمناسبة يعني موقف الأهل في قطاع غزة عندما يقول بأنني طبعاً مستعد أن أموت على أن أرحل، هذا كان بالنسبة إلنا يعني قرارا على الإصرار على البقاء رغم الخسائر التي منينا فيها في والتضحيات الكبيرة التي أيضا يعني دفعها الأهل في قطاع غزة. ولكن هذا يؤكد بأنه لا رحيل لا ترحيل، وأنه لا نكبة جديدة كما حصل في 48 والنزوح في 67. وبالتالي هذا يعني يعبر على عن تمسكنا في الأرض وتضحيتنا، وأننا لن نرحل حتى لو كان في هناك يعني قتل وتهجير واستخدام مفرط للقوة. لكن العالم مش بس يعني الدول العربية بطبيعة الحال والفلسطينيين اللي عليهم أن يتنبهوا لهذا الموضوع، أيضا العالم عليه أن يتنبه أن يعني هذا التهجير هو مخالف وأنه هذه أرضنا. وبالتالي العالم عليه أن يتحرك من أجل ألا يكون هناك كارثة أخرى يمنى بها الفلسطينيين جراء هذه الاعتداءات. وبالمناسبة يعني ما يحصل في قطاع غزة، أنا أعتقد بأنه لم يحصل هذا الدمار بعد الحرب العالمية الثانية. صحيح. وأن هذا الاستهداف للمدنيين، هذا بس النازيين استخدموا يعني الطائرات واستخدموا هذه القوة المفرطة في لندن وفي باريس. وعلى ماكرون اللي اليوم بده يزور بلادنا ورئيس الوزراء البريطاني اللي كان قبل، بأنه يتذكروا تماما وأن يقرأوا التاريخ بأن هتلر وقوات هتلر والقوات النازية هي التي دكت يعني عواصمهم وهي التي قتلت المدنيين. وما يجري في قطاع غزة بطبيعة الحال لا يختلف بأي حال من الأحوال عما حصل في الحرب العالمية الثانية من دك للمدن والعواصم الغربية من النازية. وبالتالي إذا كان قتل الأطفال والنساء والشيوخ واستهداف المدنيين الفلسطينيين هذا يشفي يعني غليل الاحتلال، وأن يعني ما يجري يعيد قليلا من الاعتبار لجيش الاحتلال، فليعترف هذا العالم الذي ينافق الأصم الأبكم، العالم الذي يكيل بمكيالين أن يعني قتل الفلسطينيين على هذا النحو هو من أجل إعادة الاعتبار لجيش مرمغت يعني إذا كان لديه شرفا عسكريا، يعني شرف العسكري بالتراب. شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور عمر رحال لتواجدك معنا اليوم في الاستوديو، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. تحياتي. شكرا لك. متابعينا ومشاهدينا، هذه التغطية متواصلة، فاصل قصير ونعود.
هذه التغطية متواصلة وإلى آخر التطورات وأبرز الأحداث في الساعة الأخيرة. أكثر من 140 شهيدا حصيلة عمليات القصف التي نفذها الاحتلال على غزة خلال الليلة الماضية، جلهم من الأطفال والنساء الذين دمر الاحتلال منازلهم فوق رؤوسهم. إذن أكثر من 140 شهيدا حصيلة عمليات القصف التي نفذها الاحتلال على غزة. أيضا وزارة الصحة في غزة تقول تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، بينهم 830 طفلا. وزارة الداخلية تقول شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو رديمة بحي تل السلطان غرب رفح جنوب القطاع. وشرطة الاحتلال تعتقل الفنانة ميساء عبد الهادي من الناصرة بالداخل بدعوى نشر التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علما أنها كانت أوقفتها مرة أخرى قبل أيام وأخضعتها للحبس المنزلي. المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك. عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال وبالتزامن مع إعاقة دخول المصلين. وقالت المصادر إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله، كما أعاقت وصول المصلين وسمحت فقط لكبار السن بالدخول للصلاة. خروج المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا عن الخدمة بعد انقطاع التيار الكهربائي عنه الليلة الماضية نتيجة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية داخله. وحذر الأطباء داخل المستشفى من تداعيات توقف المولدات الكهربائية عن العمل على حياة المرضى والمصابين، حيث يتواجد فيه من المئات وبعضهم موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي. وفيما يتعلق بالأخبار الخاصة بالأسرى داخل سجون الاحتلال، إدارة معتقل عوفر تنفذ سلسلة إجراءات انتقامية ضد الأسرى. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة سجن عوفر نفذت سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد الأسرى، وأوضحت أن إجراءات الاحتلال الانتقامية شملت سحب جميع الأجهزة الكهربائية من تلفاز وبلاطات تسخين الأكل وأباريق تسخين المياه وقطع التيار الكهربائي عن الأقصى من الساعة 6 صباحا وحتى 6 مساء، وحصرت الخروج لساحة السجن الفورة بـ20 دقيقة فقط، وفي بعض الأحيان يتم حرمانهم منها بشكل كامل. وأوضحت الهيئة أن إدارة السجن أقدمت أيضا على إتلاف كل الأدوات الرياضية وقطعت الماء الساخن عن الأقسام، مما يضطر الأسرى للاستحمام بماء بارد. وشملت هذه الإجراءات الانتقامية من الأسرى أيضا إغلاق المطبخ وتوفير وجبتين متواضعتين فقط، وتفتيش غرف الأسرى بشكل يومي ودوري، ووضع 9 أسرى في كل غرفة بدل 5 كما كان متبعا في السابق، وتحويل بعض الأسرى المنتهية محكوميتهم للاعتقال الإداري. أيضا يذكر أن الاحتلال باشر
إجراءات انتقامية مماثلة ضد الأسرى في جميع السجون الأخرى منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الجاري. وللوقوف عند آخر المستجدات في قطاع غزة ينضم لنا عبر الخط الهاتفي مراسلنا الزميل عبد الهادي أبو قينص. عبد الهادي أهلا بك معنا ونتمنى أن تكون بخير. أهلا بكم وتحياتي لكافة السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين لنا. نعم، آخر التطورات التي لديك عبد الهادي حتى هذه اللحظة؟ ريم، يمكن القول حتى اللحظة على ما هو عليه، خاصة فيما يتعلق باستمرارية العدوان هنا في قطاع غزة، سواء هذا العدوان من البر أو البحر أو الجو، الغارات، القصف المدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق قطاع غزة، البحرية الإسرائيلية التي تشارك أيضا في هذا العدوان المستمر اليوم 18 على التوالي. أريد أن أتوقف عند قضية النزوح، خاصة هذه العملية مستمرة بالرغم من أن بعض العائلات يريم رجعت إلى بعض سكناها في شمال قطاع غزة، إلا أن عملية النزوح الخاصة بمن نزحوا منذ عدة أيام، حقيقة هؤلاء بدا إلى مأوى بدون مأوى، ويتعرضون للغارات الجوية، الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف هؤلاء في المناطق الجنوب، وهم يقولون بأننا جئنا للجنوب لكي يكون الجنوب أفضل أو أفضل أمنا، ولكن للأسف الشديد قضية الاستهداف لهم في الجنوب وعدم وجود مأوى لهم دفع البعض من هؤلاء إلى العودة إلى المناطق الشمالية، وبالفعل يعني البعض منهم عاد إلى الشمال نتيجة لعدم الاستقرار وعدم وجود أي من مراكز الإيواء أو أي من الأقارب أو الأصدقاء، فبالتالي رجع إلى مناطق شمال قطاع غزة، وللأسف الشديد استشهد العشرات منهم أثناء وجودهم في مناطق جنوب قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس. البعض منهم كان في الشوارع واستهدفوا في الشوارع، والبعض منهم استهدفوا أثناء وجودهم داخل منازل مأهولة، تم قصفت هذه المنازل المأهولة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بالنازحين، وحتى اللحظة العشرات منهم مشتتين في مناطق جنوب قطاع غزة، تحديدا في مدينتي رفح وخان يونس، وأيضا في محافظة الوسطى التي تقع وسط قطاع غزة وتتعرض هي أيضا لغارات جوية سجلت من قبل المصادر الصحفية الرسمية هنا في قطاع غزة، سلسلة من الغارات الجوية استهدفت منازل في المخيمات الفلسطينية هنا. المحافظة الوسطى تضم 4 مخيمات فلسطينية، النصيرات والمغازي والبريج ودير البلح. هذه المخيمات، القضية الخطيرة بأن المنزل الذي يستهدف داخل المخيم يضم أو يستهدف بجوار هذا المنزل المستهدف عدة منازل تقع بجوار هذا المنزل، ومن ثم تكون أعداد الشهداء والجرحى أكثر نتيجة للاكتظاظ السكاني داخل المخيمات الفلسطينية، ومن ثم هذا ينعكس على طبيعة وعدد الشهداء والجرحى الذين يستهدفوا من قبل الطيران الحربي أو المدفعية الإسرائيلية داخل المخيمات الفلسطينية التي أصلا بطبيعتها هي مكتظة بآلاف اللاجئين الفلسطينيين. فمن ثم الغارات على هذه المخيمات تزيد من عدد الشهداء ومن عدد الجرحى، وهذا ما انطبق أو ما انطبق خلال الساعات الماضية على مخيم الشاطئ. مخيم الشاطئ هذا يقع غرب مدينة غزة ويعد بآلاف اللاجئين الفلسطينيين، تعرض لسلسلة من الغارات الجوية خلال الليلة الماضية. حسب إحصائيات وزارة الصحة قالت 100 شهيد في مخيم الشاطئ ومخيم جباقية شمال قطاع غزة من جراء الغارات الجوية ومن جراء الاكتظاف السكاني داخل هذه المخيمات الفلسطينية. كما قلت بأن المنزل الذي يقصف
يضم بجواره عدة منازل تتضرر ويلحقها الأذى ويسقط عدد من الشهداء داخل هذه المخيمات الفلسطينية. جباليا ريم أيضا حدث بلا حرج، وهو يعتبر من أكبر المخيمات هنا في قطاع غزة في تعداد السكان والمساحة أيضا، وأيضا تعرض لسلسلة من الغارات أسفرت عن سقوط أعداد كثيرة من الشهداء. إذن يمكن القول بأن المجازر وحرب الإبادة مستمرة، حملات التهجير العرقي والتهجير القسري مستمرة أيضا لليوم 18 على التوالي. المنظومة الصحية حدث ولا حرج، هناك العديد من المستشفيات أصبحت بالفعل عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية للأهالي هنا. هناك أيضا مستشفيات في أشد الحاجة للوقود لكي يتسنى لها مواصلة طبيعة عملها داخل المستشفيات هنا في قطاع غزة، ومن بينها مستشفى دار الشفاء المركزي الذي يعتبر من أكبر المستشفيات. وزارة الصحة تطالب عبر الميكروفونات، تطالب العالم، تطالب المجتمع الدولي، تطالب الأمم المتحدة بضرورة إدخال الوقود خاصة للمستشفيات. يعني بعد بالضبط بعد إغلاق أو توقف المستشفى الإندونيسي عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، خطر حقيقي يتهدد كما ذكرت باقي المستشفيات. عبد الهادي، هذا المستشفى في بيت لاهيا على ما أعتقد هو موجود، يعني يخدم الكثير من السكان، أتحدث عن الإندونيسي، والآن توقف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود. ماذا يكون مصير المرضى داخل المستشفى عندما يتوقف عن الخدمة؟ العبء والأزمة تزداد على هؤلاء المرضى. لماذا؟ لأن عملية التنقل سوف تكون شاقة وبعيدة عليهم. منطقة أو مستشفى الأندونيسي كما ذكرتي بالفعل في منطقة بيت لاهيا في أقصى الشمال من قطاع غزة، ويقوم بخدمة بيت لاهيا وبيت حنون وجزء أيضا من مناطق جباليا. ومن ثم هؤلاء الآن سيتوجهون إما لمستشفى الشهيد كمال عدوان في منطقة جباليا، أو إما الوصول إلى مستشفى دار الشفاء المركزي في مدينة غزة، وهذا بالطبع سيكلف هؤلاء مسافة طويلة. القضية هنا في المسافة الطويلة ثقي تماما، أو مما بالفعل رأيناه على الأرض هنا، بأن المسافة الطويلة لا يسلم منهم في عربات الإسعاف ومنهم في المركبات العادية بالتنقل من الاستهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي. بمعنى أن القصف المدفعي أو الطيران الحربي يستهدف هؤلاء أثناء وجودهم في مركبات الإسعاف أو في عربات عادية تسير سواء على الخط الرئيسي أو في أو على الخطوط الفرعية الأخرى. إذن هناك بالفعل المعاناة تزيد على المواطنين، خاصة ممن يسكنون في شمال قطاع غزة أو كانوا يعتمدون في الخدمة الطبية على المستشفى الأندونيسي في شمال أو في بلدة بيت لاهيا، ومن ثم يزيد العبء عليهم لكي يتواصلوا أو لكي يتم نقل الجرحى والشهداء إلى المستشفيات الأخرى. هذا إذا ما تعرضوا أثناء سيرهم أو تنقلهم من المناطق الشمالية باتجاه مستشفى الشفاء أو باتجاه مستشفى كمال عدوان لأي من الغارات الجوية أو القصف المدفعي. أريد أن أشير أيضا إلى قضية أخرى ريم، هناك مراكز طبية للرعاية الأولية وهي أكثر من حوالي 25 مركز توقف أيضا عن تقديم الخدمات الطبية لطعومات الأطفال، تطعيم الأطفال، لتطعيم النساء الحوامل، هذه الإسعافات الأولية هذه أيضا كمان توقفت. توقفت أيضا الإسعافات الأولية؟ نعم، هناك عدة مراكز طبية تقدم خدمات أولية توقفت أيضا. قضية الوقود ريم قضية جوهرية، قضية أساسية طبعا. لماذا حتى بالأمس إذا ما تتبعنا طبيعة المفاوضات ما بين المقاومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة بوساطة مصرية وقطرية مع الجانب الإسرائيلي، كان التركيز ضروري على إدخال الوقود، لأن لن يتم الإفراج عن أي من المحتجزين أو المحتجزات هنا لدى المقاومة إلا بإدخال الوقود، نظرا لعدم وجود وقود هذا الوقود يتوفر لدى المستشفيات هنا في قطاع غزة، ولكي يتسنى للطواقم الطبية بممارسة عملها خاصة في ظل الأعداد الكثيرة للشهداء والجرحى. ومن ثم المقاومة بالأمس ركزت كثيرا على قضية الوقود
يحتاج للضرورة القصوى لعدم توفر هذا الوقود، لدرجة أن قبل يومين طالبت شركات أو محطات الوقود هنا في قطاع غزة إذا أي من الشركات توفر لديها أي من السولار أو البنزين بضرورة إفادة هذه الكميات إلى المستشفيات هنا في قطاع غزة للضرورة الملحة لهذا أقصد للوقود لكي يعملوا أو من خلال هذا الوقود يتسنى لهم بتشغيل المعدات التي أطلقت أيضا هي بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عاما. هذه المعدات أيضا أطلقت بسبب هذا الحصار، ومن ثم هم يعني بمعنى يعتاشون أو يستطيعون أن يمارسوا حياتهم بخدمات أو بمعدات أولية جدا. هم في أشد الحاجة للسولار وللبنزين ولمعدات حديثة أيضا، أو استحداث معدات أو إيجاد بدائل حديثة لهذه المعدات. إذن القطاع الصحي بالفعل يئن ويشتكي من عدة مآسي بسبب عدم انقطاع الكهرباء منذ عدة أيام، عدم توفر الوقود صحيح. إذن المأساة والمجازر وحرب الإبادة إن صح التعبير. هنا خلينا أتكلم عن قضية الجرحى. حسب ما رأيت من خلال تجولنا في أروقة المستشفيات تقريبا نرى الجرحى والكتف محروقة تماما بالفعل. هذا يستدعي سؤال سلاحا محرما دوليا. وأكبر دليل على أنه يستخدم هذا السلاح المحرم دولي أشكال الجرحى والشهداء عندما تصل إلى المستشفيات محروقة تماما. وهذا ما رأيناه على أرض الواقع في داخل أروقة المستشفيات هنا. هذه بالفعل جرائم إبادة، هذه مجازر، هذه حرب إبادة بالفعل. ما هو في غزة اليوم لليوم 18 على التوالي هي حرب إبادة بالفعل ضد الفلسطينيين حقيقة. هذا ما نستطيع أن نتحدث فيه من خلال الواقع ومن خلال ما نرى في عين الحدث هنا في غزة. نعم، شكرا على هذه الصورة الكافية والوافية عبد الهادي أبو قينس مراسلنا من قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر وتحياتي لك، وأتمنى دائما أن تكون بخير. شكرا. وفي نهاية هذه التغطية، هذا تذكير بآخر المستجدات والتطورات. مدير المستشفيات في غزة يعلن قبل قليل عن 8 مستشفيات من أصل 24 خرجت وتوقفت عن العمل بسبب القصف أو نقص الإمكانيات ونفاد الوقود. الاحتلال اعتقل خلال الأيام الماضية ما مجموعه 100 فلسطيني من فلسطينيي الداخل على خلفية منشورات متضامنة مع الأهل في غزة أو تحريضية كما يصفها الاحتلال. أكثر من 140 شهيدا حصيلة عمليات القصف التي نفذها الاحتلال على غزة خلال الليلة الماضية، جلهم من الأطفال والنساء الذين دمر الاحتلال منازلهم. وزارة الصحة في غزة تقول تلقينا 1500 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض، بينهم 830 طفلا. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية الخاصة بتطورات الأوضاع على قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، شكرا لزملائي في الكنترول، ومن ريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا. إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، البلدية اللي داير ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية، واجتماعية. شد حيلك يا وطن.
يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحا عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.